أعزائي المشاهدين، صباح الخير لمشاهدينا في مصر والوطن العربي. بندعوكم أن أنتم تشربوا القهوة معنا في آخر لقاءاتنا في هذا الأسبوع، ومناقشة لأهم الملفات اللي بنقرأها من صباحة هذا اليوم. نلقي الضوء إذن على أهم المواضيع. أما في الشأن العربي، موضوع مهم جدا، حيث أدانت تركيا بالأمس الضربات الجوية التي أعلنت حكومة ليبيا الشرعية بأنها نفذتها ضد مطار طرابلس وهو مطار عتيقة، حيث كانت تسيطر عليه ميليشيات إرهابية فجر ليبيا بالتحديد، فيما يبدو كرد فعل عصبي للجانب التركي الذي يعلن انحيازه مرة أخرى لهذه الميليشيات بطريقة سافرة، لا سيما وأنها قد بعثت تركيا بمفاوض تركي للالتقاء علنا بالحكومة الموازية خلال شهر من الآن. نقرأ في هذه الانحيازات وجدواها، لا سيما بعد الزخم والنجاح الغير مسبوق الذي حظيت به زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتوحمرة بالأساس على حماية الدولة الليبية من أخطار الإرهابيين. هل هو رد الفعل التركي الذي نعرفه العصبي كما عدناه؟ وكذلك أود أن أقول أن هناك تطورا نوعيا آخر، مجموعة تنشق عن فجر ليبيا وتلتحق بالجيش الليبي. ندرس في هذه الظاهرة إذا كان يعني بالإمكان أن نتوسع فيها لصالح وحدة الأراضي الليبية وخروج ليبيا من أزمتها الراهنة. أما في الشأن الدولي، وحرصا منا من برنامج فنجان قهوة على تغطية أخبار الدول الصديقة والشقيقة لمصر، وفي آخر تطورات هذه المرة تأتينا من اليونان. صحفيون يونانيون يضربون عن العمل لمدة 24 ساعة لسحب كافة النشرات الإخبارية قبل يوم واحد من الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد، ذلك احتجاجا على إجراءات التقشف التي لا زالت تنتهجها الدولة اليونانية بحسبهم. سنبحث في مطالب هؤلاء الصحفيين ونقرأ في المشهد اليوناني الحالي بعد الخروج أو الولوج من عنق الزجاجة على المستوى الاقتصادي. في مساحة حرة نفتح الملف الشائك هذا الصباح، نقرأ في مستقبل مسيحيي العراق وسوريا الذين تعرضوا لأشد أنواع التنكيل والقتل والتهجير على يد الإرهابيين التكفيريين، القاعدة، داعش في سوريا والعراق إلى غير ذلك، في سابقة وأيضا النصرة، في سابقة خطيرة لم تحصل منذ 2000 عام بحسب الدارسين، ما يطرح أسئلة كبرى حول مصيرهم في ظل عجز المجتمع الدولي على توفير الحماية لهم. مرحب بضيفي الكريم اللي هيشرب معي القهوة هذا الصباح، الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري ومدير تحرير الأهرام. صباح الخير أستاذ أشرف. صباح الخير، إزي أخبار حضرتك؟ أولا حمدا على سلامة حضرتك. كنت في مؤتمر أعتقد في سلطنة عمان مهم جدا يتحدث عن القيم في عالم متعدد الثقافات، قبل أن ندخل إلى مداخلنا طبعا الصحفية. هذا مؤتمر نظم بتعاون مع الأكاديمية اللاتينية، حضر فيه كثير من بعض المستشرقين، كل من اهتم بحوار الحضارات على مدار السنوات العشر الماضية شارك بمجموعة من الأبحاث ومجموعة من الدراسات وأوراق العمل. كان هذا المؤتمر استمر 3 أيام، جلسات متواصلة، أعتقد أنه كانت هناك رؤى عديدة وطرح وأفق وجولة أفق في عقول كثير من المفكرين والمستشرقين، أعتقد من سنغافورة، من السنغال، من أمريكا، البرازيل، أوروغواي، من الولايات المتحدة الأمريكية، من فرنسا. شارك الجميع بمجموعة أوراق عمل كانت تبحث في إمكانية أن يكون هناك نوع من التلاقي والبحث عن قواسم مشتركة بين الشرق والغرب، بين أيضا الشرق ودول أمريكا اللاتينية، وإمكانية أن يكون هناك تكاتف دولي في مواجهة ما يسمى بالإرهاب، إرهاب داعش حاليا الذي أصبح يشكل قاسم مشترك بين كافة دول العالم. أعتقد أن اهتمام أمريكا اللاتينية حتى بداعش يفوق الآن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تحديدا. الجميع لديهم رعب، لديهم هواجس، لديهم مخاوف بأن يمتد أثر هذه التنظيمات والضربات الارتدادية لها على كافة دول العالم، وبالتالي كان البحث في إمكانيات إيجاد خيط رفيع من الالتقاء أو التلاقي بين كافة دول العالم لإمكانية الانتصار على الفكر الجال، الفكر الضال، فكر كل التنظيمات الإرهابية أو أنصار التيار الإسلامي السياسي الذين جنحوا للعنف والإرهاب. وبالتالي أرى أن هذا المؤتمر كان في حد ذاته يمثل نوع من الباكورة لإمكانية أن يكون هناك جولات قادمة فيما يتعلق بصياغة أفكار موحدة في مواجهة الإرهاب.
بالمناسبة يعني هل نحن أمام الموجة الثالثة في حوار الحضارات؟ نحن نتذكر في آخر الستينات روجي جارودي عندما كتب حوار الحضارات، ومن بعده بعد عقد من الزمان جاء فوكوياما ليكتب أو جاء كتاب صدام الحضارات، والذي أسس لكل المرحلة اللي احنا عايشينها. ثم فيما بعد أتى حوار الحضارات كما رأه رئيس الأسبق للبرتغال، ثم المبادرة السعودية في خلق نوع جديد من الحوارات. هل نحن أمام موجة جديدة تتموضع فيها كلمة القيم في عالم ما هو إلا عالم مستوحش على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي؟ خلينا نقول بالمناقشة، بالمناسبة أنت طرحت رئيس البرتغال، هو كان يرأس كل الجلسات، كان رئيس المؤتمر، رئيس البرتغال السابق، وكان راجل أنا تعرفت على عقلية لحد ما فزة، لعب دورا كبيرا في طرح مجموعة من الأفكار والصياغات التي كانت مختلفة على كثير من دول الشرق الأوسط. هو أدار بحرفية كثير من الجلسات، لعب دورا كبيرا في إحداث نوع من التقارب والتلاقي بين كثير من الأفكار، حتى التي كانت شذت الخروج عن المألوف فيما يتعلق بإمكانية التكاتف الدولي. أرى أن هناك بالفعل الآن رغبة في إمكانية أن يكون هناك موجة ثالثة من حوار الحضارات تصب في خانة إحداث صياغة فكرية للمجتمع في عالم وعالم واعد، عالم يواجه الإرهاب، يمكنه يهدد خطر دائم على الجميع. لم يعد يستثني العالم العربي أو الشرق الأوسطي أو حتى أمريكا أو أوروبا، كافة دول العالم أن ترفع الرايات السود في إمكانية للاستغاثة أو طلب الاستغاثة أو طلب إمكانية العون لمواجهة هذا الخطر الدائم الذي يرى أنه سيعيد بالعالم أو سيعود العالم إلى القرون الوسطى من فكر الضحالة والفكر الضل في المرحلة القادمة. نفس المحور أيضا يتقاطع مع زيارة بابا الفاتيكان قداسة البابا فرانسيس عندما ذهب إلى ستراسبورغ، وعندما تحدث عن فكرة إعادة كرامة الإنسان، وتحدث عن فكرة تموضع مرة أخرى للقيم. و إيه رأي حضرتك في الطريقة اللي هو يعني لن أقول قرع بها أوروبا، لكنه دعا أوروبا إلى الابتعاد عن دهاليز البيروقراطية في اتجاه صون كرامة الإنسان، وبالتحديد تحدث مدافعا عن المهاجرين وقال إن يجب ألا تكون البحر الأبيض المتوسط مقبرة للمهاجرين. إيه رأي حضرتك؟ بالفعل بابا فرانسيس يختلف كثيرا عن الباباوات في الأزمنة السابقة، لأنه لحد ما يهتم بقضايا محورية كانت كل اهتمامه حتى منذ الطفولة أو نعمة أصفاره فيما يتعلق بالاهتمام بالإنسان وحضارات الإنسان. أرى أنه عندما ذهب إلى كثير من ستراسبورغ وكثير من الدول الأوروبية حتى هذه اللحظة يوجه كثير من الانتقادات فيما يتعلق بحالة الغبن التي تقع على الكرامة الإنسانية في دول أوروبا في المقام الأول. وبالتالي هذا الرجل يملك من الشجاعة ويرفع لواء الشجاعة الوقت في توجيه انتقادات لمن يتغنون طيلة الوقت بالحرية الديمقراطية وحياة الإنسان الاجتماعي، وقال إن هم ابتعدوا عن قيم هذه الديمقراطية، قيم الإنسانية في المقام الأول بالفعل. وهو لديه مجموعة من المشاهد ومجموعة من الآراء المسبقة تصب في هو من أمريكا اللاتينية، هو أرجنتيني. يبدو أن أمريكا اللاتينية هم الأكثر عراقة إلى حد ما. وشكلك مبسوط من الجو اللاتيني اللي كان يعني في تفعيل حوار جديد. أنا حضرت مجموعة من النقاشات كانت تستمر 4 جلسات في اليوم، كانت مجموعة أو كوكبة يعني أظن رفيعة جدا المستوى الثقافي والعلمي، وكلهم متخصصين في حوار الحضارات وينشدون إمكانيات خلق مجتمع أفضل. وكانت عنصر المفاجأة أن كل الذين دعوا إلى مثل هذا الطرح كانوا من أمريكا اللاتينية. وعلى فكرة بمناسبة رئيس البرتغال، يعني منذ عدة سنوات لما كان الخطاب شادد حيله جدا ضد الإسلام، كان هذا الرجل يدافع عن الإسلام رئيس وما زال حتى هذه اللحظة بمناسبة بطريقة يعني هو يفقه من روح الإسلام ما لا يفقهه الدواعش مثلا. يعني رئيس بالفعل هو عنده مستنير وأفكار مستنيرة وطرح جديد إلى حد ما يفوق كثير من المستشرقين في العالم العربي وفي الشرق الأوسط. إلى أبرز العناوين. من الدستور نقرأ الحدث الأبرز: فرنسا تدعم مصر في مواجهة الإرهاب، وهولند يزور قناة السويس، والسيسي يعود اليوم. وفي التفاصيل، الرئيسان المصري والفرنسي عقدا مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما، أكد فيه الرئيس الفرنسي أن فرنسا تدرك أن مصر مرت بمرحلة صعبة جدا، لافتا إلى أن مصر شريك قوي ومهم لبلاده، وأنه من المهم جدا أن يكون هناك قدر كبير من الاستثمارات الفرنسية في مصر. هذه محاور ثلاثة ربما تكون بارزة من الجانب الفرنسي، لكن بالنسبة للجانب المصري كانت هناك أولويات: ليبيا، بطبيعة الحال فلسطين، العراق،
إلى حد ما وسوريا. بالضبط. إيه رأي حضرتك فيما تناوله السيسي وما هو مختلف عن مقابلته مثلا مع ماتيو رينزي؟ خلينا نتفق إن هناك نقلة نوعية في الطرح المصري فيما يتعلق بمخاطبة دول العالم. بالفعل فيما يتعلق بإيطاليا كانت تركز على أن إيطاليا شريك أساسي في مجال الاقتصادي والتعاون الاقتصادي. في فرنسا لديها انغماسات أو اهتمامات أكثر بقضايا كالعراق كسوريا حاليا باعتبار أن سوريا تشكل متلازمة أساسية في الاستراتيجية أو في الدبلوماسية الفرنسية. أيضا ليبيا ولما لا لفرنسا حضور في ليبيا من خلال مجموعة من المشروعات واهتمامات وكانت أحد الأطراف الرئيسية في عمليات الناتو ضد القذافي وبالتالي هناك اهتمامات فرنسية بالغة الأهمية فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط. ومن هنا أراد الرئيس السيسي أن يعدل طرح فيما يتعلق بموضوعات التي تمحورت حولها النقاش في مباحثات مع فرنسا وهولندا. توصل مجموعة من الصياغات واعتقد أنه كان هناك تطابق في وجهات النظر وأن السيسي عزف على نفس النغمة يعني التي كان تنشدها فرنسا طيلة الوقت سواء حتى جاك شيراك حتى فرنسا وهي أن لابد أن يكون هناك عودة مرة ثانية لفرنسا في إمكانية أن تلحق بدورها في الشرق الأوسط ولا تترك المساحة أو المسافة الموجودة حاليا للولايات المتحدة الأمريكية لتعبس كثيرا من خلط الأوراق فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط. لابد أن تعود فرنسا مرة ثانية خاصة أن لها اهتمامات جوارية، الوضع في لبنان، الوضع في سوريا، في العراق، ومنغمسة أيضا في عمليات وبالتالي يعني وجزء وطرف أساسي، وهي تلعب دور كبير في توفير استحقاقات خاصة فيما يتعلق بإمكانية توفير حلول على المدى القريب والمدى البعيد لإمكانية تهدئة أو إطفاء كثير من النيران المشتعلة في كثير من الدهاليز العربية. ومن هنا جاء تغيير هذه النغمة التي وجدناها في حتى في المؤتمر الصحفي الذي كان بارزا فيما يتعلق بالتعاطي مع قضايا شرق أوسطية وعربية أكثر من القضايا الثنائية. إلى أبرز الملفات ثم إلى أبرز أيضا نقاط الاختلاف ما بين الدبلوماسية الإيطالية والفرنسية، أبدأ مع حضرتك من الجلسة المغلقة التي كانت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وفرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي، ويبدو بحسب ما رشح عن الإعلام الفرنسي بأنها كانت لدراسة أبعاد استخبارية تخص أيضا اهتمامات فرنسا لأنها تعاني من كثير من التحديات في شمال أفريقيا وفي مالي خاصة لمكافحة الأكمي في القاعدة في شمال أفريقيا. بالزبط. فإذا يعني كيف تتوقع أنه كانت هناك، ما هي أفق هذا التعاون الاستخباري أو اللوجستي على هذا المستوى؟ في قسم مشترك الآن أصبح يشكل جزء من فكر القيادة سواء في مصر أو في فرنسا أو حتى لدى المصريين وكثير من دول العالم، خاصة وفكر الإرهاب الذي أخذ في التمادي وفي الانتشار وفي إحداث حالة من الضجيج في كثير من الملفات الأمنية في الشرق الأوسط. ومن هنا أرى أن القاهرة منفتحة على إمكانية أن يكون هناك تبادل دوائر استخباراتية في المرحلة القادمة وتفعيل كثير وترسيخ وتنسيق، لأن هناك بالفعل مخاوف فيما يتعلق بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي الآن تسعى إلى الاستيلاء على الشريط الساحلي في النيجر ومالي ودول صولا الأراضي الليبية وبالتالي تهديد الخطر المصري. ومن هنا أجد أن الفرصة كانت قائمة أمام الزعمين للبحث في إمكانية وضع آلية خاصة مكافحة تنظيم فيما يتعلق بمنطقة شمال إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط التي تمثل شريان حيوي سواء للجانبين المصري أو الفرنسي في المقام الأول. وبالتالي أرى أنه سيكون هناك نقلة نوعية في التعاطي الاستخباراتي والتعاطي الأمني فيما يتعلق بمكافحة القاعدة وبعض التنظيمات الإرهابية، لأنك الآن تجدين أن هناك رغبة لدى القاعدة في إنشاء أيضا فرع جديد لتنظيم القاعدة في مالي وفي داعش في منطقة ويتداعش في المستقبل ويتداعش في الجزائر. لديهم رغبة في توجيه ضربات وقائية واستباقية تلعب دورا كبيرا في إحراز نوع من الهدوء في هذه المنطقة بلغة الحساسية. لماذا أتحدث عن هذه النقطة بالذات؟ لأن ما رشح عن بعض الصحف الفرنسية تقول بأن فرنسا في هذا الاجتماع تلجأ إلى مصر من أجل تأمين مصالحها بتعاون استخباري منشود، وهنا نلقي الضوء على بعد جديد أعتقد في العلاقة ما بين فرنسا ومصر، نوع من توسير دائرة الحركة فيما يتعلق بالتعاطي المصري الفرنسي لأنها راغبة في إمكانية إحداث نوع من الانسجام والتماهي، أي إحداث نوع من تطابق في وجهات النظر وفي الأدوات أيضا المستخدمة في المرحلة القادمة. لأن هناك بالفعل هم لا يريدون نقل هذا الخطر الدراهم في سوريا والعراق حاليا إلى منطقة الساحل الأفريقي ومنطقة المغرب العربي، وبالتالي تخسر فرنسا الغس والسمين، كل مصالحها تضرب في مقتل، بالإضافة لأن الأمن القومي في مصر سيكون مهددا بالكامل. ومن هنا أرى أن الخطر يشكل قاسم مشترك للجانبين وبالتالي هذه النقلة في الحوار. وأخيرا لجأوا إلى مصر اللي هم كانوا مش عاجباهم ملف حقوق الإنسان والحريات دائما موضع انتقاد من إيزي هنا وهناك ولم يسلم الموضوع. هناك اعتراف أوروبي وأمريكي الآن بتطورات المشهد المصري حاليا فيما يتعلق بالمسار السياسي.
بشكل كامل، اعتراف كامل بهذه الدولة الآن. نتوقف عند بعض الوسائل الإعلام اللافتة هذا الصباح ومنذ الأمس بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا أبدأ من موقع إذاعة فرنسا الدولية RFI الذي تحدث عن عودة السيسي برشاقة إلى الساحة الدولية، نوهت أن هناك أحداث كبرى تحصل، لكن هذا النوع من شرعنة دولية للرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا أترك لحضرتك أن أنت تعلق على هذا العنوان أو المنشات لإذاعة فرنسا الدولية. كما قلنا هناك عودة مرة ثانية بسلاسة بهدوء إلى المظلة الدولية فيما يتعلق بالحضور المصري. أنت تعلمني تماما أن ما كان قائما من كثير من الضجيج والصخب فيما يتعلق بفرض كثير من الحصار على مصر منذ 30/6 هل الآن في طريقه للتلاشي أو الانتهاء أو على الأقل الإزاحة بشكل كامل، وبالتالي هناك عودة للدور المصري. رئيس الدولة الجديد عبد الفتاح السيسي يلعب على الأقل يخوض العملية السياسية برشاقة برشاقة وبهدوء، وفي نفس الوقت كمان نفس الذي أطلق على باراك أوباما عندما جاء بالضبط في بدايته وخطاب جامعة القاهرة وما إلى ذلك. هو الآن راغب، بس نتمنى وفكرة الحماسة الشبابية والرشاقة في الحركة حتى كانت لأوباما، يبدو أن هذه الرشاقة هي النهاردة. يعني أعتقد امبارح في فرنسا وقبل ذلك في إيطاليا كان هناك فتح بين للدبلوماسية والسياسة المصرية، وأعتقد أن هناك قضايا كانت محور اهتمام هذه الشعوب في المقام الأول تتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، الحفاظ على كثير من المصالح، أيضا إيجاد أفق جديد لمصالح اقتصادية مشتركة تساهم في هذه الدول من خلال استثمارات ناجحة في القاهرة، وبالتالي القاهرة منفتحة فيما يتعلق بتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار، استقبال سياحة، استقبال مشروعات عملاقة في المنطقة، وبالتالي مصر آمنة. هكذا تحدث هكذا قال الرجل في مؤتمر صحفي، وقال أنه شخصيا والشعب المصري يؤمن السلامة لكل سائح فرنسي وكل سائح أوروبي في لحظة فارقة فيما يتعلق بأن هذا يعكس أن هذا البلد تمتع الآن أصبح يتمتع بشكل كامل فيما يتعلق بتقاليد الأمن الكامل أو مقاليد الأمن الكامل، وكل ما كان ينشر سابقا أصبح خلف ظهر المصريين أو خلف ظهر العالم. إلى صحيفة أخرى على الجانب الآخر وهي ليبراسيون، وأنا أسوق لحضرتك برضو المونشات الذي يعبر عن مختلف آراء وأصداء لهذا، نحن نحاول أن أن نعرف كل أصداء هذه الزيارة. ليبراسيون عنونت السيسي في زيارته لباريس لتحقيق مشتريات للحرب ضد الإرهاب أو ضد الجهاديين، تحدثت عن شوبينج أنتي جهاديست. يعني إيه برضو بطلب حضرتك يعني تعلق لي على هذه الرؤية. يعني هنا نحن نتحدث عن اليسار الفرنسي، نحن على اليسار هنا. تعلمنا تماما أن جزء من هذه الجزء الغاطس في هذه الزيارة الذي لم يتم التركيز عليه، بعض الجميع يعلمه من خلال تسريبات كثيرة، أنه يتعلق بإمكانية الاتفاق على مجموعة من المشتريات العسكرية، مجموعة من السفن الحربية أو القاطرات الحربية التي سوف تستعين بها. لا وشوبينج، إيه رأيك في كلمة شوبينج؟ هو في النهاية الأمر يعني لفظ تعبير جديد فيما يتعلق بالسياسة تحديدا، إمكانيات أن يكون هناك لاذع نوعا ما يعني إلى حد ما. هو أراد أن يكشف كثير من النقاب أن هناك بالفعل جزء يتمثل في مشروعات اقتصادية وفي إمكانية أن يكون هناك تبادل عسكري قائم وقادم بين مصر وفرنسا في المرحلة القادمة، وسوف يلعب دورا كبيرا في إحداث نقلة أو قفزة فيما يتعلق بالأداء العسكري المصري في مكافحة الإرهاب. لا تنسينا أن هناك جزء كبير من الآلة العسكرية المصرية الآن تستعين بها من فرنسا في السنوات الماضية، وبالتالي هذا يلعب دورا كبيرا في إمكانية تسهيل مهمة القوات المسلحة وقوات الشرطة فيما يتعلق بملاحقة ومطاردة كافة العناصر الإرهابية، ولعب دورا كبيرا في توفير الحصة الأكبر من الأمن والاستقرار في مصر وحتى تحقيق انتصار مأمول على كل التنظيمات الإرهابية في مصر وفي سيناء. أما أيضا في إطار التحليل الذي قدمته ليبراسيون والمختلف اللي بنقدمه للشعب المصري ويعلق عليه الأستاذ أشرف، وهو تقول أن كان هناك تركيز بين الجانبين على ملفين رئيسيين، الملف الليبي وعقود التسلح كما أشرت، تحدثت عن زيارة تأتي بعد الفوضى أو تأتي لتضع العلاقات أن تطبع العلاقات، تحدث عن قضية التطبيع، ثم هذا التطبيع يلي الزيارة بعد فوضى أنتجتها الثورة والثورة المضادة. هذا التوصيف يدل على موقف سياسي محدد من ليبراسيون، أحد الفصائل إذن المهمة في فرنسا للقضية المصرية. رأي حضرتك؟ أعتقد أننا يجب أن نتوقف عند مثل هذا الطرح، لأن هناك بالفعل تغير كلي وليس جزئي في المشهد الأوروبي، لكن هناك تربص برضو يعني إلى حد ما. هم الآن ما زال الوضع في مصر تحت المنظار الأوروبي،
وبالتالي كل ما يحدث في مصر حاليا يساق من خلال مجموعة من التصويبات الخاصة بمتابعة وملاحقة الموقف داخل مصر. كلما حققت انتصارات، كلما استطعت أن تفرضي وتكرسي جزء من الشرعية الجديدة في مصر بنجاحات ممثلة في ثورة 30/6، واستطعت أن تحققي أيضا قفزات في المجال الاقتصادي والسياسي وأيضا حقوق الإنسان والديمقراطية، أعتقد أنك ستقلعين قريبا وسريعا عن أي محاكاة تطرح من هنا وهنا من هناك، سواء في فرنسا في بريطانيا أو حتى على الأقل ستقطعين الطريق على كل التنظيمات الإرهابية كجماعة الإخوان التي تضخ أموالا كثيرة لشراء إعلام غربي يستطيع أن يبث كثير من السموم في الداخل المصري. وبالتالي أرى أن الكرة الآن في ملعب المصري، وعليك أن تسارعي بتحقيق نجاحات ملموسة حتى يقتنع الجميع سريعا أنك خرجتي من عنق الزجاجة سريعا. فكر الانتقال الديمقراطي هذا أيضا أتى في كلام فرانسوا هولاند، لكنه أتى في بيان الإليزي، حيث الصحيفة الليبراسيون تقول الانتقال الديمقراطي الذي أسيء معاملته على خلفية طبعا ما حصل للإخوان في مصر. لكن لومون تكتب ليبيا هي أولوية زيارة السيسي لباريس. وقبل أن أعطي لحضرتك الكلمة للتعقيب، فرنسا هولاند وفرنسا أعلنت بأن 2018 ستكون سنة الثقافة المصرية في فرنسا، تقديرا للدور المصري وللثقافة المصرية وللتاريخ والعمق الاستراتيجي المصري أيضا. أعتقد أن هذه المسألة مطروحة من مدة طويلة، لأن هناك علاقات ثقافية رفيعة منذ حتى الآباء المؤسسون بين مصر وفرنسا تحديدا، وأعتقد أن هناك حالة من التناغم والتماهي بين الثقافة المصرية والثقافة الفرنسية. تعلمنا تماما أن الفرنسيين مولعين بثقافة الفراعنة في مصر وكل ما يتعلق بالآثار المصرية وثقافة الآباء في مصر. أرى أن هذا سيكون استمرار وتواصلا لعهد التبادل الثقافي بين البلدين، لأن هناك حالة من النهم وحالة من التناغم الفرنسي بكل ما يتعلق بمعطيات الثقافة المصرية سواء قديما أو حديثا. وهنا أرى أن هذا سيكون امتداد للعلاقات الثقافية الرفيعة في المرحلة القادمة، بالإضافة لأن قاسم مشترك من قضايا كثيرة سواء ليبيا أو غيرها سيكون من الآن أحد المحررات الرئيسية أو الركائز الأساسية في الإطار الحاكم للعلاقات المصرية الفرنسية. وبالتالي أنا أتوقع مزيد من النجاحات سواء في عهد فرنسا وهولندا أو من سيأتي بعده عام 2017. إذن نتوقع بعد هذه الزيارة ما هي النقاط التي تم إحرازها دبلوماسيا وواقعيا أيضا؟ هذا مرتقب على وجه السرعة، لأن حالة الانسجام التي كانت ظاهرة أو بادية في المؤتمر الصحفي أو حتى خلال المباحثات أو حتى خلال تصريح السيسي نفسه قال أنها مباحثات ناجحة مع فرنسا وهولندا، والرجل رئيس الجمهورية أشار بكثير من الإيجابيات فيما يتعلق بمضمون وجوهر هذه المباحثات، بالإضافة إلى النتائج المستفادة التي خرجت بها. تتحدثين عن أول صفقة ب 796 مليون يورو مشروعات استثمارية فرنسية في مصر خلال أسابيع أو خلال أيام. لكن السؤال هو هل استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقنع الجانب الفرنسي والإيطالي بأن يكون هناك ائتلافا أو قوة إقليمية يعني من شرق المتوسط وإلى طبعا فرنسا وإيطاليا على المستوى الأورو المتوسطي من أجل الحفاظ على الوحدة الليبية ومن ثم مواجهة الإرهاب المسلح وعدم ترك الفناء الخلفي لتجمع للإرهابيين بعد سوريا والعراق؟ هناك من يتحدث عن ملاذات آمنة للإرهاب. من وجهة نظر أنا الشخصية أستطيع أن أقول لك باستحقاق كامل أن هذا الرجل نجح بالفعل في تكريس هذا التحالف فيما يتعلق بإنقاذ الوضع في ليبيا حاليا، لأن هناك بالفعل اهتمام إيطالي في المقام الأول أكثر من فرنسا، واهتمام مصر واهتمام فرنسي. وبالتالي أرى أن هذا التحالف سيولد في الأيام القادمة، وسيكون هناك قواسم مشتركة بين الدول الثلاث في خلق آليات جديدة للتعاطي مع المشهد الليبي، لأن هذه الدول تعلم تماما أن أي نقوص أو تراجع أو تأخر فيما يتعلق بالتعاطي مع الأزمة الليبية سينعكس بالسلب على الدول الثلاث، وسينعكس أيضا على تداعيات الأمن القومي في منطقة البحر المتوسط وفي الحدود المصرية. وبالتالي أرى أن هذه الآلية سيكون لها كثير من النجاحات أو على الأقل التكريس على أرض الواقع خلال الأسابيع القادمة، لأن الطرف الإيطالي في المقام الأول مهتم ومعني مثل الطرف المصري والطرف الفرنسي في ضرورة أن يكون هناك نهاية إيجابية للمشهد الليبي الظلامي وإمكانيات الانتصار على العصابات الظلام والعصابات الإرهابية والجماعات التكفيرية في ليبيا، لأن الجميع يعلم تماما أن الإصراع في قطع الطريق على هؤلاء الإرهابيين سيضمن خلق كثير من بعض النجاحات على أرض الواقع، وأيضا وقف هذه الملاذات الأمنة لكل التنظيمات الإرهابية كجبهة النصرة والجماعة المقاتلة والقاعدة وأخواتها وتنظيم داعش، وأيضا إقليم درنة أو إمارة درنة التي الآن تضم كثير أو عشرات 6000 مصري من جماعة الإخوان المسلمين.
طبعا في زيارة السيد الرئيس، قبل أن نختمها يجب أن أنوه فقط بأن هناك اليوم سيلتقي الرئيس مع كبار الشركات أو الشركات العملاقة الفرنسية، وأيضا سيتم إحياء المجلس، مجلس الأعمال المصري الفرنسي الذي توقف منذ 3 سنوات. أهلا بكم مرة تانية، وبنشرب القهوة مع بعض ونستعرض أبرز الملفات. احنا لسه في الملف الداخلي، لكن خلونا نرحب مره ثانيه بضيفنا الكريم والعزيز الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اشرف العشري، مدير تحرير الاهرام، اللي بيشرب معانا القهوه وبيعلق لنا على الاخبار. صباح الخير مره ثانيه. صباح الخير مره ثانيه. قهوه حضرتك اعتقد مظبوطه. مظبوطه اذا انا يعني الذاكره ما خانتنيش. الى قراءه ايضا في ملفات مهمه هذا الصباح. المصري اليوم بتتكلم عن فتح معبر رفح للمره الاولى منذ حادث كرم القواديس، والرئيس أبو مازن في القاهرة اليوم. تعليق حضرتك إذن، الرئيس المصري سيعود النهاردة إلى أرض الوطن بالفعل، وسيأتي الرئيس أبو مازن، ربما لأن الملف الفلسطيني كان أيضا محور مهم في جولة الرئيس. أعتقد أن المحور المسار الفلسطيني لعب دورا كبيرا فيما يتعلق بزيارة فرنسا، تحديدا لأن الرئيس في مؤتمر الصحفي وفي المباحثات الرسمية علق كثيرا فيما يتعلق بالحل الامثل لحل قضيه الشرق الاوسط، الذي وهي القضيه الفلسطينيه او القضيه المحوريه التي سوف ينعكس امنا واستقرارا على اسرائيل في المقام الاول، ويعطي امن للشعب الفلسطيني ويخلق مسارات من التسويق. هو ركز على الامل حضرتك بتقول، الامل للفلسطينيين والاسرائيليين، للفلسطينيين بالفعل، ان هذا الامل، لان هذا الامل سيخلق كثير من كيانات الاستقرار في العالم العربي في الشرق الاوسطي. وكان رجل واضح في عندما اشار في عجاله انه لا استقرار في الشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية وإيجاد وطن الفلسطينيين في القدس الشرقية، وأعتقد أنه ذكرها مرتين. القدس الشرقية معناها بالضبط، القدس الشرقية بوضوح امبارح في مرتين أولوند. حتى تصل الرسالة إلى المجتمع الدولي أنه لا تبحثون عن إحلال محطات استقرار إلا إذا وفرتم حلول عاجلة للقضية الفلسطينية، وأعتقد أن رسالته قد وصلت الفرنسيين تحديدا الذين يشاركون المصير، خاصة أنه في نهاية الشهر القادم سيكون هناك تصويت داخل البرلمان الفرنسي للجمعية العامة فيما يتعلق بمنح الاستقرار للدولة أو الاعتراف للدولة الفلسطينية كما حدث في بريطانيا الشهر قبل الماضي. يعني لو كان لدينا وقت كنا تحدثنا عن قضية أو بعد الإلزام من عدمه، يبدو أنها كلها قرارات غير ملزمة، يعني هي خطوة ربما، لكن في لازم التعليق على معبر رفح أنه المرة الأولى منذ شهر تحديدا، والقاهرة راغبة فتح هذا المعبر من اتجاه واحد فقط، أي دخول الفلسطينيين وليس استقبال الفلسطينيين في المرحلة القادمة. تعلمين تماما وكل المشاهدين يعلمون أن هناك تداعيات فيما يتعلق بالأمن والاستقرار داخل منطقة سيناء، وهناك كثير من الملاحقات والمطاردات تطارد كثير من بعض تنظيمات حماس والجهاد في القيام بعمليات إرهابية، حتى أن حارس كرم القواديس هناك أكثر من 15 فلسطيني كما قالت التسريبات الصحفية والأمنية متورطون في الإقدام على مثل هذا الأمر. وبالتالي السلطات المصرية غير راغبة في فتح هذا المعبر، خاصة بعد الجهد الجهيد الذي بذلته فيما يتعلق بغلق الشريط الحدودي، والشريط الحدودي على بعد كيلومتر 13 كيلومتر و700 متر. أعتقد أن هذا الأمر سيكون له تداعيات إيجابية فيما يتعلق بضبط إيقاع الحدود الأمنية المصرية مع قطاع رفح أو مع الحدود الإسرائيلية. وبالتالي أرى أنه لن يكون هناك تفكير في الوقت الحالي لفتح المعبر من الجانبين أو الطرفين، سيكون فقط من حين لآخر وصولا لبعض الحالات المرضية وأصحاب الحالات العاجلة أو المستعصية للدخول إلى قطاع غزة أتينا من مصر ومن دول عربية كثيرة. والقاهرة لا يمكن لأحد أن يلومها على مثل هذا المسلك، لأنها عانت كثيرا من حالة الفوضى التي لعبتها حماس منذ الانقلاب على السلطة الفلسطينية في يونيو عام 2007 حتى هذه اللحظة. في تداعيات هذه القضية، لكن نقرأ في موضوع آخر من الدستور، تعليمات نافذة من وزير الدفاع لمجموعات قتالية من الصاعقة والمظلات لتأمين المرافق الخدمية. المصري اليوم بتكتب: الجيش يدمر البنية التحتية للإرهابيين ويقطع طرق إمدادهم بالأسلحة والتموين والوقود. اليوم السابع بتكتب: ضربات موجعة للتكفيريين في سيناء، استشهاد عقيد ورقيب ومجند شرطة ومقتل وإصابة 3 مسلحين وإحباط محاولة إرهابية في الشيخ زويد. يعني خلينا نتكلم، أنا هناك ملف أمني سواء في سيناء أو حتى في الداخل، اليوم بتسلم قوات الجيش كثير من المقرات والمؤسسات الهامة في الدولة فيما يتعلق بمواجهة ما يسمى انتفاضة للأسف الشديد فوضى 28، أي غدا، من قبل الجبهة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين أو يسمى تحالف دعم الإرهاب أي الشرعية بين قوسين. وبالتالي أرى أن القوات المسلحة الآن في حالة من الزخم والحراك
العسكري غير المعهود منذ حرب 73. نحن الآن نجد حركية وناجية في التعاطي مع كل الملفات الإرهابية، وقوات الجيش أصبحت موزعة على أكثر من محور وأكثر من اتجاه تحقق انتصارات أعتقد أنها كانت غائبة عن أعين المصريين. نجاحات كثيرة في سيناء، تم القضاء على ما يعادل 80 أو 85% من التنظيمات الإرهابية وكثير من قيادات جبهة بيت المقدس وما إلى ذلك. كل هذه الضربات تؤشر إلى أن هناك حالة من اليقظة والتكاتف والتعاون والانسجام أي التمالي بين قوات الشرطة وقوات الجيش والسيطرة والتمركز والتموضع في سيناء بشكل كامل، وأنه لن يكون لك خروج من سيناء إلا بعد أن تنجح القوات المسلحة كما نجحت في حروبها السابقة في القضاء على الإرهاب، بالإضافة لأن انتشارها اليوم في القاهرة وتسلم المقرات الحكومية إشارة بالغة الدلالة والأهمية أن القوات المسلحة تظل الظهير الأمني والعسكري لكل الشعب المصري، وأنها لن تترك فرصة أو ثغرة لنفاذ أي من الجماعات الإرهابية. وكل ما قيل عن دعوة الضلال والباطل بمظاهرات هنا أو هناك غدا وما إلى ذلك وأنت فرط الشباب المسلم، وهذه التعبيرات التي فيها نوع من الإسقاط على الممارسات الإرهابية لهذا التنظيم أو هذا لا والدعاية والأبوات الإعلامية أصلا، أعتقد يعني القوات المسلحة حقا. أنا لدي كثير من عوامل الطمأنينة، كثير من عوامل الثقة أن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة ستواجه كثير من النجاحات غدا وبعد غد، وبالتالي أنا الآن في مأمن لأن هذا الملف أصبح في قبضة قوات الجيش أو قوات العسكرية المصرية. لا واللافت كمان يا أستاذ أشرف أن خلاص يعني هناك القوات المسلحة بتقطع الطرق، يعني سيطرت على الطرق الإمداد وقطعت يعني تموين الأسلحة والوقود والإمداد عموما. كثير من المحافظات المصرية الآن القوات المسلحة والأجهزة الاستخبارية داخل القوات المسلحة عادت مرة ثانية لتطلع بدور حيوي وجوهري وهام وبالغ الدلالة فيما يتعلق بمحاصرة الإرهاب. سننجح كما نجحنا في عام 97 بعد حادث الأقصر، وبالتالي علينا نتوقع مجموعة من الضربات الاستباقية وتحرص الآن بالتعاون مع الأمن الوطني. أرى من يشعون أن حالة الفرص تستمر كثيرا، أنا من وجهة نظري أن الإرهاب سيستمر لكن قطع الرؤوس ورؤوس الحرب من قبل هذه الجماعات سيتساقط في الأيام القادمة، لأن هناك الآن أصبح خطة ومنهج لدى القوات المسلحة من والأجهزة الأمنية المختصة بإمكانيات أن يكون هناك قطع وضرب كل المنصات المتحركة للخلايا الإرهابية هنا أو هناك. وفي إطار الإنجازات أيضا ومن الدستور نقرأ وزير الداخلية مجموعات للتدخل السريع والتعامل الفوري مع العناصر الإجرامية وقيادات الشرطة تصدر تعليمات بإطلاق الرصاص فورا على جميع العناصر الإجرامية التي تحاول إرهاب الدولة. وفي عملية استباقية للداخلية سقطت خلية إرهابية مسلحة أسقطتها الداخلية خططت لنشر الفوضى بالبحيرة وبني سويف. وفي هذا السياق نشاهد التقرير التالي. طبعا في إطار يعني سننتظر لنرى المقطع مصور بالفيديو، لكن طبعا هناك إذن منجزات كبرى. حضرتك كلمت عن الملف الأمني قلت أن هذه ربما تكون فقاعات في يعني قبلة صوتية جنب مركز شرطة جنب وحدة مرور هنا أو هناك. هي عملية على الأقل جماعات هذه تريد أن تؤشر إلى أنها ما زالت موجودة وما زالت أن تهدد وتحرك تحدث نوع من الرعب داخل قلوب المصريين. هذه العمليات هي فقاعات هوائية أو صابونية لأن كلها تأثير، لأنك الآن قطعت الرؤوس الحية أو رؤوس الحربة لدى هذه التنظيمات الكبرى سواء في الداخل أو الخارج، وأنت الآن استطعت أن تحقق نجاحات في الداخل فتبقى العملية الخاصة بإمكانية الملاحقات في الخارج، وهذا ما نتوقعه خلال الأيام القادمة. عمليات التمويل أصبحت مرصودة، علينا أن نعترف أن الوضع أصبح أكثر استقرارا عما كان موجودا قبل وبعد الأيام الأولى من 30/6، لأن هناك بالفعل عودة للدولة القوية القابضة الحديدية فيما يتعلق بمطاردة وملاحقة كل أشكال الإرهاب وأيضا دحره وتوجيه ضربات في بمقتل لهذه الجماعات خلال الفترة القليلة القادمة. وفي إطار هذه الضربات في مقتل كما يقول الأستاذ أشرف نشاهد التقرير التالي حول هذه العملية. خلية إرهابية أخرى نفذت واقعتي إضرام النيران بمكتب بريد وسجل مدني بدائرة قسم شرطة بني سويف. تمكنت مديرية أمن بني سويف من ضبط أعضائها والذين اعترفوا بقيامهم بالواقعتين وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر وأقنعة واقية وكاميرا فيديو، كما اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي. واحد تبع الدكتور عبد الحليم
كان بيدينا المعلومات والتكليف ان احنا نروح نولع في البوسطة بتاعت مقبل والبوسطة بتاعت مقبل، بعدين جيت انا البنزين والازاز الفاضية واتفقنا واتفقنا انا وانا عبد الرحمن وشرف واحمد جمال وانس ان احنا نروح الساعة 7:30 الصبح عند البوسطة بتاعت مقبل ونرمي عليها ازاز المرتوب. انا كنت عايز مصاريف او اي حاجه كانوا منتهيه. كان معايا شرف وحمدي وبكار وعبد الرحمن وحفناوي واحمد كمان. كلهم رموا ازاز المرتوب؟ لا مش كلهم، عشان هم كانوا 5 ازاز بس. وبعد كده اللي حصل بعد ما رميته؟ بعد كده كلهم جروا وانا دورت من السطل وركبوا ورايا ومشينا. كما تمكنت المديرية من ضبط خلية إرهابية بحيازتها أسلحة وعبوات متفجرة لاستخدامها في الاعتداء على المواطنين والمنشآت العامة والشرطية أثناء مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية. المضبوطات عبارة عن 18 قنبلة محلية الصنع وشماريخ وأقنعة واقية. هو اللي اداك ال 15 قنبلة؟ اداني اللي هو 10 شماريخ. اداهم لك ايه 15 قنبلة؟ وقال لك الفيزا تعمل بيهم المسيرة. تأمن بيهم المسيرة؟ طب انت كنت شايل معاك 2 في الشنطة بس، الباقي كان في البيت بيعمل ايه؟ المفروض بقى هنزل ب 15 واحدة في الشارع. بتصوروا على ايه؟ الحكومة؟ الشرطة يعني ولا ايه؟ معاك المسيرة. الشرطة لو بتتعرض للمسيرة؟ انت من الإخوان؟ هما اللي بتنزل معاهم ليه؟ أنا باشا بس هما قالوا لك إن أنت تكون دلوقتي بتدافع عن دين الله. وإيه؟ بتدافع عن دين الله. بتدافع عن دين الله؟ الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق نجحت في ضبط أحد العناصر الإخوانية الإرهابية من ضمن القائمين على إدارة 33 صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقوم بالتحريض والدعوة إلى ارتكاب أعمال تخريبية وعنف. وبالمناسبة علشان بكرة يجب أن ننوه بأن يعني كل ما يثار من شوشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول أن بكرة يوم يحصل في حاجات وكوارث، ده لن يكون، هذه كلها مجرد يعني معارك في الفضاءات. من وجهة نظري في عجالة أن هذه فقاعات وعملية ترويج كاذبة، وأن غدا سيكون يوم حافل وما إلى ذلك. أعتقد أننا الآن فضاء أكثر استقرارا، وأن الداخلية وقوات المسلحة لديها كثير من الإشارات الإيجابية للمصريين أن يخرجوا ويتمتعوا بحياتهم، لأنه لن يكون هناك أي نوع من الفوضى كما ترغب أو تسعى الجبهة السلفية والتنظيمات الإرهابية كجماعة الإخوان. بالضبط، فيجب أن لا ننساق أمام هذه أو وراء هذه الدعاوى. أنا شخصيا عندي حاجات لازم أعملها بكرة وأنا مصمم. ده يوم عادي جدا، يوم عادي جدا. بالضبط. إلى اليوم 7 تقصي الحقائق، 30 يونيو، يقول الإخوان نقلت جثثا من المرج والسلام والدقي إلى رابعة. اللجنة تستعين بفيديوهات اليوم 7 الحصيلة من 160 قتيلا من أحداث رابعة والنهضة والحرس والمنصة، والإخوان رفضوا التعاون معنا. يعني بكل تأكيد أنا بكل تأكيد أرى أن هذا التقرير للجمعية المشكلة أو الوفد المشكل في الأيام الماضية كان لدي كثير من النجاحات عما تم في تقرير المجلس المصري لحقوق الإنسان، لأنه استطاع أن يوفر كثير من الحقائق ويبرز كثير من بعض المعطيات الخاصة بالممارسات التي تمت في رابعة أو حتى في النهضة قبل وبعد 30/6. هذا التقرير بالأمس كان لديه مجموعة من النجاحات فيما يتعلق بعرض مجموعة من الفيديوهات، كثير من الأرقام والمعطيات الصحيحة التي استطاع من خلالها أن يصحح كثير من المفاهيم الخاطئة سواء لدى المجلس المصري لحقوق الإنسان أو تنظيمات أو منظمات حقوقية وإنسانية مصرية أو حتى هيومان ريتش. أعتقد أن هذا هم حددوا نسبة الذين توفوا في ميدان رابعة والنهضة تحديدا، بالإضافة إلى الأمان والحرس وكله ومفهوم حتى قوات الشرطة بزرق. الذين سقطوا بزرق. ومن بادر بإطلاق النار أعتقد أنهم حددوا الساعة والتوقيت واسم الشخص الذي أطلق النار وأيضا الذي تلقى النار من قبل قوات الشرطة. ده غير جلب الجثث، يعني المرج والسلام وبعض ومشرحة دينهم وما إلى ذلك وحالة الافتراءات والكذب الأشر الذي لجت إليه جماعة الإخوان طيلة الأسابيع والأشهر الماضية أنهم تعدوا 2000 وما إلى ذلك و1500 جثة. كل هذه الأمور كان الجميع في انتظارها حتى نسلط الضوء أو نسلط كشاف الضوء على تلك الممارسات الكاذبة، بأن جماعة الإخوان هم الذين بدأوا وعجلوا وبادروا بإطلاق النار لإحداث حالة من الفوضى والقتل في مناطق الاعتصامات
في إشارة لخلق كثير من استحقاقات الفوضى داخل المجتمع المصري. لكن تقرير بالأمس تقرير وضع النقاط على الحروف، تمتع بإيجابية وبحياد كامل، وأعتقد أنه غير كثيرا من المفاهيم في الداخل والخارج فيما يتعلق بأحداث ربعة والنهضة تحديدا. وأحيط عناية السادة المشاهدين في خبر عاجل بأن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول قنبلة في محيط وحدة مرور مركز أبو المطامير بالبحيرة. إلى التحرير. وفي سياق ملفاتنا الاجتماعية أو المجتمعية نقرأ تقرير خاص عن الانتحار في بر مصر، هكذا عنوانة التحرير، وتقول 5000 انتحار في المحروسة سنويا و15 ألف محاولة في 2011 أغلبها من الرجال. ومصر تحتل المرتبة 96 عالميا من حيث معدلات حالات الانتحار. تعقيب حضرتك على هذا التحقيق. أعتقد أن الظرف الاقتصادي هو السبب الأساسي والرئيسي فيما يتعلق بهذه الظاهرة تحتاج إلى إعادة نظر. انتشار البطالة، عملية تراجع مستويات اقتصادية، وإمكانية أن يكون هناك بالفعل أزمات اقتصادية يواجهها كثير من البشر، خاصة الرجال الذين مطالبين بتوفير استحقاقات مالية للأسر، حتى الباحثين عن فرص ووظائف. كل هذه الأمور تؤدي إلى حدوث الانتحار، وهذه الظاهرة كانت قائمة في عهد مبارك وفي عهد مرسي وحتى هذه اللحظة. لابد من إيجاد سبل معالجات سريعة عبر توفير استحقاقات خاصة بفرص العمل، اقتصاد اجتماعي، اقتصاد اجتماعي وبرامج مكافحة للفقر هي يجب أن تكون أولوية الحكومة. بالزبط. بالمناسبة أعتقد أن هذا بعد طرح مهم جدا 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 حتى نوقف نزيف الانتحار هذا، لأن هذا أمر مشين يسيء للحكومة والدولة في المقام الأول ولا يفتح بركة أمل أمام ومأساوي الشباب. وأحد الوجوه المأساوية طبعا. عليك أن تعالج هذا الأمر، وأيضا من خلال أن يكون هناك حضور في المجال الثقافي والديني للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وأيضا الآثار السلبية لها على المجتمع المصري. ومساعدة، يجب أن يكون تفعيل وكل التنظيمات الاجتماعية لمساعدة هؤلاء البؤساء، تقدم كثير من عناصر التكافل لهؤلاء المستحقين أو الراغبين في إمكانيات أن توفر لديهم فرص للعيش حتى إيجاد فرصة عمل سليمة الكريم العيش الكريم. بالضبط، يجب أن تكون هذه هي أولوية الحكومة والشعب والبلد بعد استحقاق البرلمان. والجمعيات الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية توفر كثير من الاستحقاقات المالية حتى إيجاد فرص عمل في المرحلة القادمة. ويجب أن يعني أن لا نيأس من رحمة الله، يعني في خطاب لكل من تساور خطاب الدين عليه دور كبير في الإرشاد وفي الموعظة. إلى الصحافة العربية نقرأ من الرياض. السورية، العراق وسوريا على رأس مؤشر الإرهاب الدولي للعام 2014، ومصر قبل السودان وليبيا. نقلت الصحيفة ترتيب دول الشرق الأوسط بحسب مؤشر الإرهاب الدولي للعام 2014 من حيث حجم انخراطها في العمليات الإرهابية ومدى تعرضها لمثل هذه الهجمات. جاء في المركز الأول العراق وأحرزت 10 نقاط من أصل 10 نقاط، يعني 10 على 10. في المركز الثاني حلت سوريا، ثم الصومال، ثم اليمن، ثم مصر، فلبنان وليبيا والسودان. جاءت قطر في المركز الأخير بدون أي إرهاب على الإطلاق. أترك حضرتك تعليق. هي التي توفر كثير من وسائل دعم هذه الإرهاب، وأعتقد أن هذا التصنيف هي آمنة من الإرهاب. آمنة لأنها هي التي تلعب دورا كبيرا في خلق بؤر الإرهاب في كثير من دول العالم عبر المال العابر للقارات الذي يقدم الكثير من العصابات التنظيمية والجماعات الإرهابية. قطر لديها كثير من الأفرع والأزرع فيما يتعلق بسوء المشهد سواء في سوريا منذ اللحظة الأولى، في ليبيا حتى هذه اللحظة. لكن هل شايف ان مصر هنا يعني ده مكانها، ده ترتيبها، ولا هذا ترتيب يعني مغلوط؟ لا لا، هو اعتقد انه يعني هل مصر تيجي قبل، هل ده معقول يعني؟ هل لبنان؟ مصر قبل لبنان؟ لا مش قبل لبنان، بس قبل لبنان. لبنان يعني اصبح فعلا من استقرار شويه، يعني لبنان وليبيا والسودان. خلي بالك ان هذا التصنيف مصر جاي قبل ليبيا حتى. خلي بالك هذا التصنيف عد منذ بداية العام، وبالتالي لم يؤخذ في الاعتبار ما تم في نهايه بعد منتصف عام 2014 حاله الامن والاستقرار. وبالتالي ارى انه مع اوائل عام 2015 سيعاد النظر تماما في التصنيف المصري، لان هناك كثير من مجالات او استحقاقات الامن تم تحقيقها. وبالتالي ما يحدث في هذه المنطقه هو الاول من نوعه من 1000 عام، كما قال خبراء السياسه او خبراء الاستراتيجيين، ان ما يحدث في الشرق الاوسط موجة عنف وإرهاب لم تشهدها هذه المنطقة من 1000 عام. وبالتالي أرى أن هذا التصنيف جاء في محله ويعكس كثيرا الفكر التتري، الهجمة التترية الجديدة، ويعكس كثير من مظاهر الفوضى والإرهاب الضاربة ببزوغها في الدولة، في مجتمع الشرق الأوسطي أو في العالم العربي. من الاتحاد الإماراتية نقرأ البرلمان الدنماركي يصوت على الاعتراف بفلسطين يناير المقبل والاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل. قالت الصحيفة أن البرلمان الأوروبي أجرأ
أمس الأربعاء نقاشا حول الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في حضور مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني، حيث كانت جلسة التصويت على هذه المسألة الخلافية مقررا لها بالأساس اليوم الخميس، غير أنها تأجلت إلى جلسة ديسمبر المقبل بناء على طلب من كتلة المسيحيين الديمقراطيين. كما يصوت البرلمان الدنماركي أيضا في يناير المقبل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن رئيسة وزراء الدنمارك هايلي تورنينغ ووزير الدفاع نيكولاي فامينا يعارضان هذه الخطوة. وفي حال رفض البرلمان الدنماركي لمشروع القانون، سيكون أول برلمان أوروبي يرفض الاعتراف بفلسطين بعد اعتراف السويد وأسبانيا بالدولة الفلسطينية. هناك موجة جديدة من الاعترافات من قبل كثير من دول العالم، الآن في البرلمان الأوروبي أو مجلس أو على الأقل مجلس النواب البريطاني، أعتقد أنه سيكون ستتوالى كثير من بعض الاعترافات في المرحلة القادمة. خلال أيام سيعترف البرلمان الفرنسي. أنت الآن أمام استحقاق جديد، وهو سياسة الأمر الواقع أن هذا الدول قد استفاق أو هذه الدول قد استفاقت من مواقفها بعد ما خرب بلطة. عملت خرب بلطة. دولة يهودية وخلاص. لكن في نهاية الأمر أيضا سيكون في نهاية المطاف اعتراف بدولة فلسطينية، سواء عبر هذه الدول أو عبر المجلس الأمن في المرحلة القادمة. هي انطلاقة لجولة جديدة من المعارك بالفعل، وأعتقد أن السلطة الفلسطينية الآن مع بداية هذا العام أو نهاية شهر ديسمبر القادم سيكون لديها توجه جديد نحو مجلس الأمن الأمم المتحدة للحصول على اعتراف رسمي يكرس لإمكانية خلق تواجد دولي فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. المسألة قاب قوسين أو أدنى، وأعتقد أن عام 2015 سيشهد ميلاد الدولة الفلسطينية واعتراف دولي كامل، لأن إسرائيل الآن محشورة في الزاوية ولم يعد لديها مناص إلا الاعتراف بهذه الدولة في المرحلة القادمة، لأن الزخم والضغط الدولي سيكون له تداعيات في قادم الأيام. إلى الأسوشيتد بريس التي تكتب صندوق النقد الدولي يقول: الفرصة السانحة للاقتصاد المصري للتعافي بعد 4 سنوات من التباطؤ. صندوق النقد قال في البيان الختامي لبعثة تقييم الاقتصاد المصري هي الأولى منذ 3 سنوات إن السلطات المصرية تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي، لكنها وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم. وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في السنة المالية التي بدأت أول يوليو الماضي. هل هذا انعكاس للدبلوماسية المصرية ويعني وزارة الرئيس أيضا؟ لا قبل ذلك بكثير. الشركة عموما المراكز الاقتصادية ذات يعني الاختصاص الاقتصادي دائما ما تتماشى وتتماهى مع المواقف السياسية وأيضا الحركة وتغيير جزء منه. بالفعل صحيح، بالفعل اتفق معك في هذا الطرح تماما، وأن استعارة جزء من الحضور المصري في المشهد الدولي الغربي والأوروبي لعب دورا كبيرا في تعديل كثير من مواقف صندوق النقد وكثير من المؤسسات الدولية فيما يتعلق بالتصنيف الاقتصادي والمالي لمصر في المرحلة الأخيرة. لكن بطبيعة الحال علينا أن أعترف أن هناك مجموعة من النجاحات الاقتصادية إلى حد ما، حتى لو كانت بطيئة، إلا أنها تصب في خانة أن هذا البلد آخذ في التعافي ويحقق مجموعة من النجاحات في مسار التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي. أعتقد ما يحدث في الشارع المصري يعكس كثير من وجهات النظر التي ترى أن هناك دوران أو عودة لدوران عجلة الإنتاج في مصر وإمكانيات تحقيق جزء من النجاحات الاقتصادية في قادم الأيام، خاصة أن هذه الحكومة أصبح لديها خطة ورئيس يتابع طيلة الوقت في توفير عناصر جاذبة للاستثمارات ومشروعات اقتصادية في مصر ومعالجة كثير من أوجه الخلل فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية. إذن علينا أن نعترف أننا نضع الآن أقدامنا على عتبة الطريق أو عتبات الطريق الصحيح. إصلاح اقتصادي، بالفعل. إصلاح سياسي سيحتاج إلى بعض الوقت، برلمان، لكنك العبرة الأمور في خواتمها، أنك بدأت الآن في توفير. هذا ربما يكون يا أستاذ أشرف أجدى وأبرز اعتراف دولي، بالفعل. لأن خارطة الطريق المصرية بعد 30 يونيو هي على الأرض، وأن سيكون هناك إذن تنمية، وبالتالي كل الرؤى المستقبلية الاقتصادية بالانفتاح الاقتصادي المصري بكل المشروعات ستكون حقيقة ولن تكون فقط كلام، مش كده؟ بالفعل أعتقد أن هذا واضح للجميع بدليل شهادات المجتمع الدولي وشهادات المؤسسات الدولية تصب في خانة أن هذا البلد عائد ويتعافى الآن ويلعب دورا كبيرا في لكل المشككين. هذه رسالة لكل المشككين. إلى مجلة فواسي الفرنسية، تكتب الإليزي يحقق مع 10 من موظفيه حول تسريب صورة للرئيس فرانسوا هولوند مع ممثلة فرنسية. المجلة الفرنسية نشرت صور خاصة للرئيس الفرنسي وهو برفقة
الممثلة الفرنسية جولي جايي، وهما يتحدثان بشرفات الإليزي، ونفت أن يكون قد تم التقاطها من داخله. وقال فابريس أرجيلا نائب رئيس تحرير المجلة أن المجلة لديها معلومات حول علاقة رومانسية قائمة بين فرانسوا هولاند والممثلة الفرنسية، التي قال أنها تتردد بشكل متكرر على الإليزي. ومن جانبها أظهرت الممثلة الفرنسية استعدادها لخوض معارك قضائية ضد المجلة فواسي بخصوص التعدي على ما تقول بأنه شؤونها الخاصة. إحنا أمام فرانسوا هولاند الذي إلى جانب السياسي لديه حياة خاصة ربما وصلت إلى حد بعض الفضائح. ونذكر يعني علاقته بسيجولين رويال أولا، ثم علاقته بترايفايلر فاليري ترايفايلر التي كتبت كتابا، نشرت كتابا في الأسابيع الأخيرة، ونشرت فيه كثير من الحقائق وعلاقتها به على مدار. إيه الحقائق اللي أنت يعني لفتت؟ هذا الرجل لديه كثير من بعض الممارسات غير الطبيعية في منصبه حاليا. أعتقد أنه كان يحتاج إلى إعادة النظر في كثير من هذه الممارسات، أن يقطع دابر هذه الشائعات عبر سياسة فيها نوع من الالتزام، خاصة أنه يمارس سلطته من قصر الإليزي، يعني منصب رفيع كرئيس الدولة الفرنسية. كنت أتمنى أن يكون لدي كثير من علاقات شخصية هو خلط بين الشخصي والعام للأسف الشديد، وأرى أن الفضائح التي تلاحقه حتى هذه اللحظة نالت كثيرا من سمعته وحضوره. هل تعلمين تماما أن آخر استطلاع قيل أن سمعته الآن 18% فقط لدى الشعب الفرنسي، وهذا أمر بالغ الخطورة. هي المرة الأولى في على مدار 100 عام أن يحصل رئيس فرنسي على هذه النسبة المتدنية من حيث الشعبية 18%، وهو صاحب التعبير الشهير الذي قرأته عندما ترشح الانتخابات، كان يسقط كثيرا في الانتخابات البرلمانية والمحليات، وعندما أقدم على ترشح الانتخابات الرئاسة قال له ماذا تفعل؟ سترسم وستسقط. قال له قد يصبح المستحيل ممكنا. أصبح المستحيل ممكنا بالفعل، وذهب إلى الإليزي، لكنه لم يحافظ على مثل هذا المنصب أو زخمته أو عرقته، وبالتالي ارتكب كثير من الحماقات والأخطاء التي أرى أنه هو وحزبه اليسار وسبب عوامل كثيرة من التداعيات على هذا الحزب، الذي أرى أن ساركوزي ربما يكون لديه الفرصة. لا، وساركوزي برضو كان عنده شيء من الفضائح كانت موجودة بين حياته مع سيسيليا ساركوزي إلى الانتقال مع عارضة الأزياء الشهيرة. لم تخرج للعلن مثل ما يحدث حاليا في عهد فرانسوا هولاند. فضائحه طغت الصحافة الفرنسية، هناك مجموعة من الكتب تتحدث عن 5 كتب حتى هذه اللحظة في أقل من 2 عامين عن حياته الخاصة وفضائحه وممارساته المشينة. لا، والكتاب كان اسمه إيه اللي كتبته، اللي هو بتاع شكرا لهذه الأوقات. تتحدث عن العزلة داخل الإليزي، وكيف أن رجال الإليزي يدخلون إلى غرفة النوم، يعني هناك أكثر من يسيطرون على الرئيس في دورات المياه. في دورات المياه هو كان شيء فظيع شوية، شيء مقزز، لكن أعتقد أن فرصة في البقاء. لا، وهي تقول في الكتاب، وأنا هنا أنقل فقط، يعني لست جهة، يعني هي بالمقام صحفية، هي كانت صحفية في البريماتش، وأعتقد لديها كثير من لا. ترايفايلر تقول بأن قال لي وزير الزراعة إذا أردت أن يكون لك وقت تقضيه مع فرانسوا هولاند فلتأخذي الإذن مني أنا. كانت كارثة، وهذا هذا بيعكس يعني ده بس عشان المشاهد المصري عشان يعرف الأمور وصلت لغاية فين. هو يعني كمان ضعيف الشخصية وما زال ضعيف الشخصية لحد ما، ولا يتمتع بأي نوع من الحضور في المشهد السياسي الفرنسي، وأنا لدي كثير من الهواجس أنه لن يستطيع أن يستكمل دورته حتى عام 2000. لكن ألفت في يعني في الدول الأوروبية بأن هناك خصوصية لرئيس الجمهورية، كل يعني كله يسعى وراءها، لكن كله يحترمها أيضا. لكن عنصر بس المفاجأة أنها طغت أو صارت للعلن بهذه الفجاجة بس فقط، يعني هي أرادت أن تنال منه 6 غيران، لأن هو طبعا يعني تركها طبعا إلى ممثلة أخرى. والله أعلم بقى، لن نبحث أكثر في خصوصيات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ونكتفي بالقدر يعني الدبلوماسية ما بين مصر وفرنسا. يعني الزمن يكشف كثير من الحقائق. إلى الشأن العربي. أدانت تركيا بالأمس الضربات الجوية التي أعلنت حكومة ليبيا المعترف بها دوليا أنها نفذتها ضد مطار معتيقة في طرابلس، حيث تسيطر عليه الحكومة المنافسة. عينت تركيا الشهر الماضي ممثلا خاصا لدى ليبيا، أصبح أول مبعوث يلتقي علنا بالحكومة الموازية في طرابلس، مما أذكى شكوكا في تبني أنقرة أجندة مؤيدة للإسلاميين في المنطقة. هذا وفي تطور نوعي آخر تعلن
إحدى المجموعات المسلحة في السابقة والتي كانت منضوية تحت فجر ليبيا، انضمامها إلى الجيش الليبي على خلفية مواجهات عنيفة كانت بين الطرفين في 24 ساعة اللي فاتت في محيط مدينة طرابلس. وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني الذي يحظى باعتراف دولي إن القوات الجوية الحكومية مسؤولة عن الضربات التي استهدفت مطار معيتيقة بطرابلس، وتنتشر في المطار مجموعة مسلحة صنفها البرلمان المنتخب على أنها إرهابية، من بينها فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة منذ يوليو الماضي. أنا بالنسبة لموقف رجب طيب أردوغان الرئيس التركي فيما يتعلق بالمشهد الليبي، ربما يكون البعض مستفزا أو على الأقل موقف فيه كثير من لكن هو من وجهة نظري هذا استمرار لسياسة الدرك الأسفل الذي تسير فيه تركيا طيلة السنوات الثلاثة الماضية. هو الآن يعادي كل شعوب منطقة الشرق الأوسط، لديه خسائر كبيرة فيما يتعلق بدول الخليج في المقام الأول، وقطع كثير من الاستثمارات. الإمارات في الفترة الأخيرة قطعت 8 مليار دولار استثمارات تركية كانت قادمة لأنقرة أو مشروعات ستقيمها أنقرة بأموال إماراتية تتعلق بالبتروكيماويات. السعودية الآن لديها أيضا مواقف، الخليج كله يعاد، هو يعادي مصر ويعادي كل دول العالم العربي تحديدا، لديه الآن مواقف متشددة ومتشنجة فيما يتعلق بالموقف في سوريا، عزل النظام وبشار الأسد وأقامة منطقة عازلة شرط أن يدخل الحرب ضد داعش، ويفرض حتى أنه وجه كثير من السباب للولايات المتحدة الأمريكية وقال أن سياستها أصبحت واقعة. قال هذا بالأمس في مؤتمر صحفي ويوجه شتائم أردوغان بالأمس قال أن سياسات أمريكا بشأن الشرق الأوسط وشأن التعاطي مع الأزمة السورية أصبحت سياسات واقعة، قال هذا بالتعبير ومنشور في الصحافة اليوم وبالأمس. وبالتالي أرى أن أردوغان فقد الصواب، يعني هناك نوع من أنواع العصبية. قالوا أنه شخص متعجرف، شخص إلى حد يتصف بالرعونة إلى حدٍ ما، شخص منفلت عقليا، حتى الأتراك قالوا ذلك والمجتمع الأوروبي قال ذلك، وأن الاتحاد الأوروبي يصف بأنه شخص منفلت من عقاله ولا يمكن له أن يتسبب في إحداث نوع من التقارب أو الطلاق من الاتحاد الأوروبي. خسر كثير من دول العالم، أعتقد أن المجتمع التركي في لحظة ما سوف ينقض عليه ويعزل الحرية أو التنمية والعدالة، لأن هذا الحزب برئاسة أردوغان ارتكب مجموعة من الحماقات، قطع كل أواصر العلاقات مع دول الشرق الأوسط، بالإضافة لأنه حرك كل المراكب التركية التي كانت تربط تركيا بكثير من دول العالم العربي والشرق الأوسط. يعني لسه هناك حقائق لم كثيرة يتم الإعلان عنها، بالإضافة فضائح الفساد الخاصة به وبابنه بلال وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة لكثير من قيادات حزب التنمية والعدالة. كل هذه الأحزاب أو كل هذه الممارسات تحديدا ستعجل بالإطاحة مع أردوغان، ويكفينا أن نقول أنه لا توجد دولة شرق أوسطية أو عربية حتى إيران تحديدا تتمتع بأي علاقات إيجابية مع تركيا. ممارساته في ليبيا هي الغرض منها توفير استحقاق الضغط على الحكومة المصرية وتأييد الإرهابيين لينقلوا جزء من المشهد الليبي بتداعياته الخطيرة إلى الحدود المصرية. يعني هو فقد صوابه ودلوقتي بيعلن إن هو تأييد الإرهابيين مع الإرهاب بالإرهاب بالضبط. لكن ثاني نقطة أريد أن أستوضحها من حضرتك، وهو ألا تعتقد أن هذا الردود الفعل الخارج عن السيطرة الانفعالية، يعني فيها انفعال أكثر منه خطاب سياسي براغماتي، ما هي إلا انعكاس لتشنجه من النجاحات التي أحرزها الرئيس المصري على خلفية أيضا الملف التركي الذي ذهب به إلى إيطاليا، وباعتبار أن هناك تنسيق مع قبرص واليونان إلى غير ذلك، أن يكون هناك احترام للحقوق. أجمل ما في حالة الحراك المصري أنك تستطيعين تحقيق نجاحات بحالة من الهدوء والرشاقة كما استخدمت هذا التعبير، دون صخب أو دون بروباغندا أو دون شتائم أو سباب كما يفعل أردوغان حالا. أنت الآن في الأشهر الثلاثة الماضية تحديدا تحققين نجاحات تتعلق بقضايا الشرق الأوسط، وأيضا باستضافة القمة المصرية اليونانية القبرصية لإمكانية محاصرة وتضييق الخناق على تركيا في المقام الأول، ثم أيضا في الشرق الأوسط تستطيعين استمالة وإحداث نوع من وقوف على مسافة قريبة من كل دول الشرق الأوسط والعالم العربي لإفشال مشروعات أردوغان الذي كان يريد أن يحقق نجاحات في المسار السوري وفشل، وبشار ما زال موجودا في دول الخليج، في العراق حاليا هناك تعديل المعادلة، في اليمن كذلك، أيضا في ليبيا تحديدا الذي أراد من خلالها أن يشكل لك منصات متحركة تواجه كثير من القذائف الإرهابية على مصر وحدود مصر، استطعتي أن تحيدي أو على الأقل تقدمي. الله أعلم، يعني بالنسبة للحصل في بالنسبة يعني القطعة البحرية المصرية التي تم الاعتداء عليها، الله أعلم يعني الأمور ستكشف كثير من الأمور في اللحظة المناسبة عندما تعلن القوات المسلحة أنها توصلت لكل الحقائق وأصبحت تمسك بالخيوط الكاملة فيما يتعلق بالمعطيات الأمنية
لهذه لكن العملية. دعني يعني أسأل حضرتك السؤال الأهم هنا، يعني هو بيتعصب وبيخرج عن طوره وبينفعل وبيقول حاجات تدينه، هل نستطيع أن نتوقع بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من إيطاليا وفرنسا أن هناك يعني إيقاف أو محاصرة للدور التركي الذي يحاول أن يتغلغل في البحر الأبيض المتوسط على حساب قبرص واليونان؟ أعتقد أن هذا الموقف ليس وليد زيارة فرنسا وزيارة إيطاليا في اليومين الماضيين. لا تنسي موقعة الأمم المتحدة وما لجأ إليه أردوغان من توجيه خطاب يحمل كثير من الشباب والقطح باتجاه الرئيس السيسي ومصر تحديدا، وبالتالي أرى أن هذا خطاب قديم في 3 أشهر الماضية. مجموعة الفشل أو خيبات الأمل التي مولت بها تركيا وأردوغان وتقطيع لكل أواصر العلاقات مع دول الشرق الأوسط وكسب مصر المعركة في مواجهة أردوغان ومحاولات عرقلة وتكسير أقدام المصريين هي التي خلقت حالة الذعر وحالة الفشل وحالة الانفلات العقلي لدى شخص الأرعن أردوغان هذا الذي لعب دورا كبيرا في توجيه كثير من المواقف الانتقادية ولكنه لم يفلح، بدليل أنك تحقق نجاحات على المستوى الداخلي والخارجي وهو ما زال حتى هذه اللحظة لو هو وهو هيموت يعني شكله هيموت كده. وفي مقابل أيضا أن هناك نقمة من الغضب تتزايد داخل تركيا حاليا ضد أردوغان وفي أوروبا أيضا، لأن يبدو أن لا أمل في دخول أوروبا الاتحاد الأوروبي انتهت بالنسبة له الاتحاد الأوروبي وقبول العدوية التركية أمر غير مقبول بالمرة. فرنسا وألمانيا تحديدا يقفون بالمرصاد لأردوغان وقالوا أعلنت ميركل أنها لن تسمح بدخول أردوغان أو تركيا الاتحاد الأوروبي طالما هي موجودة في المستشارية الألمانية. إلى الشأن الدولي، دخل صحفيون يونانيون في إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة وسحبوا كافة النشرات الإخبارية قبل يوم من الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد ضد إجراءات التقشف، ولم تبث محطات الراديو والتلفزيون أي نشرات إخبارية الأربعاء، كما لم يتم تحديث المواقع الإخبارية من الساعة 6 صباحا ولن يتم طبع أي صحف حتى يوم الخميس. ومن المتوقع أن يعطل الإضراب العام يوم الخميس الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد وستغلق المدارس، كما أن المستشفيات الحكومية لن تعالج إلى الحالات الطارئة فقط ده النهاردة، فضلا عن توقف الرحلات الجوية والسفن. وقد أعلن اتحاد الصحفيين الإضراب قبل الموعد بيوم حتى يتمكن الصحفيون من تغطية الإضراب العام، وتعتمد اليونان على مليارات اليورو في عمليات إنقاذ دولية منذ العام 2010، وفي المقابل كان على الحكومة أيضا المتعاقبة فرض انخفاضات كبيرة في الإنفاق وزيادة الضرائب ضمن جهودها للإصلاح الاقتصادي. هو مشهد قديم جديد منذ 2009-2010 تواجه تركيا اليونان قصدي تحديدا أزمة اقتصادية وحالة من الانفجارات الاقتصادية داخل البلاد حاليا. الاتحاد الأوروبي وفر في 3 سنوات الماضية أكثر من 50 مليار يورو حتى هذه اللحظة ولم تفلح جميعها في توفير نوع من النجاح، لكن هناك خروج نوعا ما في العام الماضي نجحوا بالفعل في الخروج من العام الماضي، لكن ما زالت هناك تداعيات مستمرة حتى هذه اللحظة. لا تنسينا أن هذه الأزمة استمرت 3 سنوات لم يتم معالجتها بين يوم وليلة، تحتاج إلى مزيد من الوقت، وبالتالي حالة الإضراب هي أحد مظاهر. بس ايه رايك كصحفي انت وهم هذا الاجراء الصحفي عن هذا الاجراء بهذه الطريقه؟ هو اراد ان يوصل رساله للمجتمع الداخلي والمجتمع الخارجي ان تركيا ما زالت تعاني اقتصاديا ولديها ازمات كثيره، وان الحكومه اليونان تحديدا وان لم تفلح في توفير استحقاقات النجاح الكامله برغم المساعدات الاوروبيه، وبالتالي الازمه تحتاج الى مزيد من الوقت. يعني هو سيخلق شلل، يعني عدم صدور دوريات ولا صحف ولا تلفزيون، هذا شيء غريب وجديد من نوع. اعتقد لا، كانت في 2010 هناك حالات كثيرة، 2011-2012 كان لديهم كثير من المظاهر المشابهة لمثل هذه الممارسات. هم الآن تعافوا لحد ما، لكن ما زالت هناك تداعيات، وبالتالي يحتاجون إلى مزيد من الوقت والدعم أيضا من قبل الاتحاد الأوروبي في مرحلة قادمة. وأعتقد أن هذه إشارة لأنهم يطلبون دعم إضافي حتى يستطيعوا الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ 4 سنوات. عموما اليونان يعني بدأت تتعافى من وتخرج من عنق الزجاج على المستوى الاقتصادي، ونتمنى لها السلامة. ومن أخبارنا الخفيفة، نجا رجل في الصين من الموت بأعجوبة
بعد أن تعرض لصدمات متتالية من 3 سيارات على أحد الطرق في محافظة جيانغ تسو شرقي الصين. ورصدت إحدى كاميرات المراقبة هذا الحادث الفريد الشهر الماضي عندما حاول الرجل عبور الطريق فصدمته سيارة وأوقعته أرضا ودهسته سيارة ثانية الذي أيضا قبل أن يتدخل أحد الأشخاص لإنقاذه، إلا أن مركبة ثالثة جاءت وصدمته مرة ثالثة وجعلته ملقى على الأرض. ورغم تعرضه لثلاثة صدمات فإن الأطباء أكدوا أن الرجل تعافى سريعا من بعض الكسور التي أصيب بها. يعني إيه رأيك هذه حالة فريدة؟ حظه أكثر. شفنا الفيديو ضربوه اتخبط 3 مرات. شيء يعني بتحرص في كل معجزة. بتحرص في كل مليون حالة حالة واحدة. أعتقد أن هذا الرجل من أصحاب هذه الحالة الحالات، وأعتقد أنه ربما يكون القدر قد لعب دورة كبيرة في كتابة عمر أو مشهد جديد من حياته، لأن مثل هذه الحوادث تحديدا تنتهي بأن تنهي حياة هذا الرجل أو أمثال هذا الرجل. أرى أن هذا من تصاريف القدر فيما يتعلق بإنقاذ يعني إنقاذ والتعافي سريعا. عمره لسه له عمر وأعتقد التعافي سريعا حتى كما قال الأطباء، هذا في حد ذاته يؤشر إلى أن تصاريف القدر ربما تلعب دورا كبيرا في إنقاذ حياة العشرات من البشر في لحظات إلى حد ما. ده الواحد بتخبطه عربية مرة لحظات يعني مصيرية. الله العليم 3 عربيات مسرعة بهذا الشكل ويتعافى وينجو. إذن القدر هو الذي لعب دورا كبيرا. بالضبط، هو رجل بلا شك محظوظ. محظوظ. على هذه النغمة من الحظ نحن نعزف في هذا البرنامج دائما، لكن بشفافية وموضوعية على فكرة. بشكر ضيفي الكريم الأستاذ أشرف العشري على تشريفه لهذا البرنامج. شكرا لحضرتك على هذه التعليقات المفيدة لنا وللسادة المشاهدين. الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير الأهرام، وعلى وعد إن شاء الله بنلقى حضرتك مرة ثانية وتشرب القهوة. أرجو أن تكون قهوتنا عجبت حضرتك. طبعا إن شاء الله، دائما إن شاء الله. أهلا بكم إلى مساحة حرة. ألقت حروب النزاع الطائفي والمذهبي وصراعات التطرف الديني الدائرة حاليا بالعراق وسوريا بظلالها على المجتمع المسيحي، المجتمع ككل والمسيحي بوجه خاص، حيث والأقليات، حيث يواجه الآلاف من مسيحيي العراق وسوريا عمليات تعذيب وتنكير وتهجير بشكل قسري من أماكن معيشتهم وإقامتهم وترحيلهم من أوطانهم لأماكن أخرى مجهولة على يد تنظيم داعش الغادر الإرهابي والقاتل. وبحسب تقديرات صحيفة الاندبندنت الأخيرة، فإن أعداد المسيحيين بالعراق اتسمت بتناقض بصورة واضحة وملحوظة، فكان العدد حوالي 1,000,000 مسيحي أثناء الغزو الأمريكي للعراق يعني 2003، ووصل عددهم الآن إلى حوالي 250,000 مسيحي فقط. ذكرت الصحيفة أن قسا كاثوليكيا عاد إلى العراق لإقناع سكانها بالتوقف عن الهجرة والبقاء في منازلهم وعدم السماح للهجمات العنيفة وشراسة تنظيم داعش بإبعادهم عن موطنهم. وقال القس إنه عاش في إيطاليا حوالي 18 عاما، ثم تم تكليفه بمهمة العودة إلى موطنه لإقناع المسيحيين بالبقاء في بلدتهم وعدم الرحيل. وأكدت الصحيفة على أن بقاء المسيحيين في العراق وسوريا أصبح أمرا من الصعب إقناعهم به، لأنهم تعرضوا للقتل والخطف والسرقة والتنكيل، وتعرضت نسائهم للاغتصاب. وأوضحت أن أكثر من 1650 مسيحي يعيشون الآن في أحد مراكز التسوق في العاصمة الكردية إربيل في غرف مظلمة وضيقة، ويعتمدون على إمدادات الأمم المتحدة من أجل العيش. لفتت الصحيفة أيضا إلى أن إرهابيي داعش استولوا على أموال مسيحيي العراق وأجبروهم على البقاء في منازلهم، وإذ خرجوا منها يتم قتلهم. الأوضاع ليست أفضل بالنسبة للمسيحيين في سوريا، حيث كانت هناك حوادث اختطاف وقتل لرهبان وراهبات، ونحن طبعا رأينا مجموعة من الأزمات. وربما يكون أيضا الموضوع الوضع في السوري أكثر عنفا وشراسة. أتوجه بهذا الملف الذي يهمنا، لأننا يهمنا يعني أن يعني يرفع الضيم وأن ترفع الظلم، أن يرفع الظلم عن يعني أشقائنا هناك في العراق وفي سوريا. أتوجه بهذا الملف الشائك إلى نيافة الدكتور الأنبا يوحنا قلت، نائب باتريارك الكاثوليك في مصر وممثل بابا الفاتيكان في مصر. أهلا بحضرتك، صباح الخير. ألو دكتور يوحنا،
هل تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال. عموما سنعاود الاتصال بنيافة الأنبا يوحنا ووجه عناية حضرتكم بأنه هو من ينوب عن قداسة البابا بابا الفاتيكان. طبعا بمناسبة بابا الفاتيكان لغاية ما نعود الاتصال به قام بإلقاء كلمة رائعة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا. كانت كلمة ليس فقط من أجل تصحيح الوضع في أوروبا، لكنه كانت كلمة مباركة للعالم أجمع وليس لها فعلا مثيل. تحدث البابا عن فكرة أن يكون أن تتمركز اهتماماتنا واهتمامات أوروبا الذي كان يخاطبها من خلال النواب البرلمانيين بأنها تتمركز حول فكرة العناية والاهتمام بما يسموه كرامة الإنسان. تحدث البابا عن أكثر من محور. إذن وسيكون هذا هو ربما بداية لقائنا مع نيافة الأنبا الدكتور يوحنا قلتا نائب باتريارك الكاثوليك في مصر وممثل قداسة بابا الفاتيكان. صباح الخير سيادة الأنبا. نعم صباح الخير. صباح الخير يا فندم. إذن في الفترة التي لم نستطع أن نتحدث مع حضرتك فيها أنا أثرت أن نتحدث عن هذا الملمح الرائع لقداسة بابا الفاتيكان بابا فرانسيس الذي تحدث عن فكرة الكرامة الإنسان، الحفاظ على الكرامة، الأمن للحرية الإنسان، اللا موت للمهاجرين وأهمية أن أوروبا أنتفي بوعودها لهؤلاء وأن لا تتحول يتحول البحر المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين. وقال لأوروبا أنتم نسيتم يعني قيمكم الديمقراطية، هذه لم تعد، أصبحتم أكثر بيروقراطية وبالتالي يجب أن تعاد الأمور إلى النصاب. رأي حضرتك في خطاب البابا أولا؟ أولا خطاب البابا عبر عن حقيقة كبرى وهي أن الأمل معقود على مصر وعلى رئيس مصر من كل الأمة العربية. كل الأمة العربية تعتمد على موقف مصر وعلى صلابة مصر وعلى موقف السيد الرئيس. نحن في يوم 19-11 نوفمبر يعني من أسبوع ألقى بطيارك بغداد بطيارك الكلجان في العراق البطيارك ساكو ألقى خطاب شديد اللهجة طلب فيه الأمة الإسلامية أن تظل على في الحفاظ على الأقليات، على المسيحيين، على اليزيديين. نحن في حمى الله وفي حمى إخوتنا المسلمين. هذا هو تاريخنا وهذا هو وجودنا. ولذلك كل الأمة العربية تأمل في أن تظل مصر حصنا لجميع المسلمين والمسيحيين. هذه واحدة. الثانية، لم يحدث في التاريخ مثل ما يحدث الآن من داعش. أكثر سماهم وأنا سميتهم في مقال من مقالاتي النازية الجديدة، ولكن للأسف الشديد والله أبشع من النازية الجديدة لأنها تتخذ الدين وسيلة وستار تخفي وراءه مطامعها. أرزع من التتار، أرزع من المغول، أرزع من هولاكو، لأنهم يقومون بالذبح بطريقة وحشية لم تعرفها البشرية في كل عصورها المظلمة. يناشد بطيارك بغداد وأناشد معه إخوة المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يهبوا لكي يعلنوا صوتهم ضد هذه الوحشية البعيدة كل البعد عن روح الإسلام الذي تعايشنا معه وعشنا في ظله وفي حماه مدى 14 قرن. هذا هو كان هدف قداسة البابا أن يقول للعالم إن مصر هي الحصن الباقي للأمة العربية. طيب نيافة الأنبا يعني عودة إلى موضوع نحن بنرى في الصورة صور تهجير القسري للمسيحيين سواء كان في العراق أو في سوريا، يعني ألا تعتقد أن المجتمع الدولي أيضا يجب أن يلام في عدم أيضا أو في خلق البيئة التي من خلالها يتم الاقتتال الداخلي هكذا، وأنه تخلى أيضا سواء عن سكان العراق أو سوريا عموما وتخلى أيضا عن الأقليات إذا ما اعتبرنا الأيزيدية والكلدانية إلى غير ذلك. يعني منذ
أن تعرضت يعني تعرض المسيحيين في سيدة أحداث الدامية لسيدة النجاة في العراق، كيف ترى إمكانية، هل تعتقد أن يعني تواجدهم في هذه الأماكن هو الأمثل، أو كما تقول الاندبندنت يعني هو فكرة الهجرة هي الأمثل؟ سيدة الفضلة والسادة المشاهدين، لا يبحث عن مصلحة المسيحيين ولا يهمه في قليل أو كثير بقاء المسيحيين وعدم بقائهم. الغرب الآن تسوده موجات مادية وإلحادية تغلب على فكره ووجدانه، المصالح الاقتصادية، البقاء في الترف والرفاهية بينما أغلبية البشرية تتعذب وتتألم. يحكي من الغرب، الغرب يريد أن يخرب ويدمر العالم العربي وأن يظل العالم العربي إلى عشرات السنين في حالة حرب ودمار. أما أمر المسيحيين فهو بين يدي إخوتنا المسلمين لا أكثر ولا أقل، نحن نعيش في حمى المسلمين، الغرب لم يعد يساعد أحد إلا نفسه. لقد كشف الغرب. لكن خليني دلوقتي نتكلم على مصير المسيحيين بالنسبة للعراق وسوريا، لاسيما بعد أحداث الترهيب والقتل وأيضا السلب ومحاولة تغيير الإكراه في تغيير العقيدة أو خلاف ذلك. يعني أعتقد أن استمرار هؤلاء يعني هذه الناس اللي هم العراقيين والسوريين المسيحيين يجب أن يبقوا في أماكنهم حاليا، أم أنك ترى أن لا وجود لهم في ظل يعني هذه المعضلات الكبرى في المنطقة؟ أن يبقوا في أماكنهم وفي وطنهم وعلى تراب أجدادهم، أن يبقوا ما دامت لهم فرصة للبقاء. أما إذا تعرضوا للقتل وللذبح وللتشريد والتهجير فأرجو أناشد الأمة الإسلامية قبل الغرب وقبل الأمم الأخرى، أناشد المسلمين في العالم أن يتقبلوا وأن يستقبلوا المهاجرين دون النظر إلى ديانتهم أو أجناسهم. هكذا عشنا، ولن تنهض الدول العربية والأمة العربية لا بمساعدة الغرب ولا يعني نحن أولى بشعبنا، هذا ما تقول، بدل ما يروحوا يعني إلى كندا والهجرة إلى أستراليا وإلى أوروبا إلى غير ذلك، نحن أولى حتى لكي يعني نتوقع أن يكون هناك حل لهذه القصة والقضية في منطقة الشرق الأوسط، لن تبقى هكذا يعني إلى مدى الدهر يعني. وحينئذ هل يستطيعون العودة حضرتك مع هذا الرأي؟ أناشد الدول العربية القريبة أن تستقبلهم حتى يعودوا إلى أوطانهم في يوم من الأيام. أناشد كل إخوة المسلمين في المنطقة العربية أن يحموا التراث، أن يحموا التاريخ، أن يحموا الرمز العظيم في التعددية والتنوع الذي عشناه 14 قرن. الذي ما تريد الدول الأخرى أن تهدم هذا المبدأ، أن تفرغ الشرق من المسيحيين. فلننتبه، أناشد رجال الدين من المسلمين والمسيحيين أن يعلوا صوتهم إلى العالم، أن يناشدوا العالم وكل الأنشطة المدنية الإسلامية أن تستقبل المهاجرين وأن تتيح لهم مكانا حتى يعودوا إلى أوطانهم. هذه الرسالة وصلت، لكن يفت الأنبا يعني حضرتك لك تصور، ما هو تقديرك السياسي فيما يحصل في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها العراق وسوريا؟ كيف تنظر إلى مستقبل هذه المنطقة؟ بصراحة وبإيجاز شديد، إن لم تنقذ الأمة العربية نفسها فلن ينقذها أحد. إن لم تتوحد الأمة العربية وتنظر إلى المستقبل في رؤية واحدة مشرقة، لا تستطيع أن تعبر هذه الموجة التتارية النازية. نعم، نعتمد على الأصدقاء، نأخذ مساعدات من الأصدقاء المخلصين، ولكن الأصل والأساس أن تتحد القوى العربية المدنية والدينية والعسكرية لمواجهة هذا الخطر. إن لم تنقذ الأمة العربية نفسها فلن ينقذها أحد.
طيب سيادة نيافة الأنبا، أيضا سؤال ربما يعني نستنير من حضرتك به، ما رأيك في الحرب ما يسمى بالحلف العالمي ضد داعش، وكيف تراه؟ هل هو إيجابي أم أنه سلبي؟ وإذا ما كان كذلك فلماذا؟ هذه سياسة الغرب وسياسة الولايات المتحدة يا سيدتي الفاضلة، لا تضعف عدوها مثل داعش إضعافا تاما، بل تدعه في إمكانية الحياة، لا تريد أن تقضي على داعش. إذا كان الغرب أو إذا كانت أمريكا تريد أن تقضي على داعش كان ممكن تتصرف بطريقة أو أخرى. إنهم يريدون، أنا بقولها ومع على مسؤولية نفسي، إنهم يريدون أن تظل الحرب مشتعلة في الدول العربية حتى تدمر نهائيا، حتى تفقد قوتها وصلابتها وتراثها وتاريخها. إن لم تنقذ الأمة العربية نفسها فلن ينقذها أحد. هذه إذن رسالة حضرتك للعالم العربي وللعالم الإسلامي وللعالم. وبمناسبة الرسائل، يعني كانت رسالة البابا أيضا، البابا قداسة البابا فرانسيس، كانت كلمة في الحقيقة أعادت الأمور للنصاب، وربما صححت الكثير من المفاهيم لأولئك الذين يتمادون في الاستيطان الاقتصادي والسياسي على حساب الشعوب، وليست ورجوع ربما التموضع في القيم. أمر هام حدث في زيارة السيد الرئيس لأوروبا، أمر هام جدا. طيب في عجالة لأن الوقت انتهى سيادة الأنبا، تفضل حضرتك في عجالة جملة. اعترفت أوروبا بعظمة وأهمية مصر ورئيسها، بس خلص. أشكر حضرتك نيافة الأنبا يوحنا كولتا، نائب بطريرك الكاثوليك في مصر وممثل قداسة بابا الفاتيكان. شكرا حضرتك على تشريفك هذا البرنامج، ونسأل الله لهم في العراق وفي سوريا. طبعا داعش تقتل من المسلمين أكثر مما تقتل من أي أحد آخر، لكن طبعا نسأل الله أن يرفع الله الكرب والظلم عن سواء المسيحيين هناك أو المسلمين هناك أو في كل مكان. هذه هي دعوانا، دعوة سلام لكل الشعوب المحبة للسلام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، أشكر حضراتكم على وجودكم معنا هذا الصباح وشرب القهوة، وندعوكم في الأسبوع المقبل إلى مزيد من متابعات الأحداث الجارية. إلى اللقاء.